شيخي، هل يجوز الاستمتاع بالمرأة قبل البلوغ؟ هذا هو السؤال. تقصد المتزوجة؟ المتزوجة على سنة الله ورسوله، نعم، ليس نكاح المتعة. نعم، هذا يجوز إذا لم يحصل عليها ضرر، إذا كانت تطيق. يعني شخص تزوج فتاة قبل أن تحيض، جوازها قبل أن تحيض جائز لقول الله تعالى واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر.